طيب اليوم ان شاء الله بدنا نبدا في النيورال نتوركس او في يعني احنا بدنا نبدا في الديب ليرنينج، لكن عشان نفهم مفهوم الديب ليرنينج بدنا نبدا في النيورال نتوركس. تمام، ايش هي الارتفيشال النيورال نتوركس؟ ما دام انه هي ارتفيشال معنى ذلك انه هي اصطناعيه مش حقيقيه. انه الفكره في الموضوع انه لما العلماء حاولوا ان هم يعني يخلوا الماشينز عندها ذكاء، صاروا يفكروا كيف ممكن نحن نخلي الماشين انه عندها ذكاء، فصار في استيحاء من انه البشر وين مركز او يعني المكان تبع الذكاء في المخ. والمخ من ايش مكون؟ من خلايا عصبية، biological neural networks. فالبيولوجيكال نيورال نتوركس كيف شكلها؟ هيها بهذا الشكل. دماغ الإنسان مكون من الملايين من الخلايا العصبية. تمام، خليني أورجيكم إياها. هذا البيولوجيكال نيورون من ايش مكون؟ من الاكس، من الاكسون اللي هو المحور، وفي انا عندي السوما او البادي سيل او جسم الخليه، وفي عندي دنترايتس اللي هي النهايات الطرفيه العصبيه. تمام، وفي عندي الاكسون في انا عندي برضه نهايات طرفيات. تمام، هذه زي ما انتم شايفين في الرسمه هنا موصله بخليه عصبيه ثانيه بالبادي تبع خلية عصبية تانية، فبالتالي كلها مشبكة مع بعض بهذا الشكل. تمام؟ فكيف بصير لها تنشيط أو كيف بتأدي عملها؟ من خلال إشارات كهروكيميائية. يعني الخلايا العصبية بتشتغل من خلال كيمياء وكهرباء. إنه هي بتشتغل معناها إنه بصير لها تنشيط، بصير لها تحفيز. طبعا التحفيز بناء على بيكون على المدخلات اللي الموجوده في المستقبلات اللي بتستقبل اشارات ومعلومات للخليه، في بتمررها للخليه. فبالتالي انه بناء على المعلومات اللي موجوده هذه بيروح بتصدر اشاره معينه او رد فعل معين. يعني على سبيل المثال انه الاشارات العصبيه اللي في العين انه انا شايف ماشي امامي وشايف انه انا في حاجز امامي. تمام، فبروح باخذ اكشن انه انا بدي اتحرك، انه احاول انه انا اتجاوزه، او بمعنى اخر او يعني في حاله اخرى، في مثال اخر، انه على سبيل المثال لو في اوبجكت جاي بسرعه كبيره جاي باتجاه وجهي، فبالتالي انا باخذ ردة فعل بشكل سريع جدا انه بعمل ايدي زي هيك عشان احمي الوجه والعينين. فبالتالي انه بناء على الاشارات العصبية اللي انا بستقبلها باخذ اكشن معين بهذا الشكل. طبعا هذا الكلام قالوا طب ماشي، انه ما دام انه الاشي هذا موجود بهذا الشكل، خلينا نحاول نعمل له سيميوليشن، خلينا نحاول انه نمثله في كخلية عصبية. فبالتالي المستقبلات انا عندي بدنا نمثلها بمدخلات زي هيك، مثلا على سبيل المثال كارقام. تمام، انه 10 7 3، وكل مدخل من هذول المدخلات اللي هي بتمثل انا عندي هذه المدخلات، كل واحدة في لها اهميه معينه. الاهميه هذا بمثله عن طريق الويت تبعه، هذا الويت تبعه او الاهميه تبعته 0.5، هذه واحد، هذه واحد من عشرة. تمام، وكيف بصير اكتيفيشن للفانكشن هنا او للنيورون؟ هنا كانت اشارات كهروكيميائية، هنا بده يكون من خلال معادلة رياضية. تمام، المعادلة الرياضية هي عبارة عن حاصل ضرب المدخلات ضرب الويت.
تمام؟ جمع زي هيك 10 في بوينت 5 زائد 7 في بوينت في 1 زائد 3 في بوينت 1 بطلع انا عندي الناتج 12.3. وهنا بروح بحكي انه في الاكتيفيشن بقول له اذا والله كان المجموع اكبر من 10 معنى ذلك انه 1 يس. فبالتالي هدول انا بدي الارقام بدي اعتبرها انه هي معلومات بالنسبه لي. يعني على سبيل المثال بدي اعمل النيورون والنيورون هذا يتعرف على الفاكهه هذه ان هي تفاحه او برتقاله. فبالتالي هذه الارقام ممكن ايش بتمثل؟ انه ممكن تمثل هذه وزن التفاحه او وزن البرتقاله، هذه بتمثل انه درجه الخشونه او درجه الملمس تبعها، هذه بتمثل قديش انه هي دائريه، تمام؟ فبناء على المدخلات هذول بقول والله اذا كان المجموع حاصل ضرب المدخلات في الويتس وجمعهم اكبر من 10 معنى ذلك انه يس برتقاله زي هيك، تمام؟ طيب السؤال الان، طب ماشي عملنا سيميليشن لهذا الكلام بشكل رياضي، هل فعلا انه ممكن نخلي النيورون هذا يتعلم؟ كيف؟ من خلال بدنا نحسب الايرور زي ما هنا كنا نشوف انه هو بيحسب الايرور، هنا بدنا نحسب الايرور، تمام؟ فهنا انا عندي الاوتبوت بيطلع انه مثلا على سبيل المثال انه المفروض انه هو يطلع مثلا 1 راح طلعه انه هو 0، فبالتالي بقدر اعرف الايرور ما دام انا في عندي الاكشوال اوتبوت والبريدكتد اوتبوت، فبقدر احسب ايرور. ما دام حسبت الايرور بروح بحكي لهم يا جماعه الاوتبوت اللي انتم طلعتوه غلط، فبالتالي هدول انا بقدر اعدل فيهم؟ لا، مدخلات. وين بقدر اعدل؟ في الويتس. بقول لهم عايروا الويتس تبعتكم حيث انه المخرج انا عندي يطلع لي في النهايه بعد ما اعمل اكتيفيشن يطلع لي 1 بهذا الشكل، تمام؟ طيب هاد هي انيشالي بتبدا راندوم وبعملها ادجستمنت خلال التريننج باستمرار. هذا الكلام ممكن انه احنا نطبقه على نيورون واحد، لكن على مالتي لاير نيورال نتوركس هل هذا الكلام برضه ممكن؟ كيف؟ حكيت هذا المستوى بقدرش اعمل له اكتيفيشن الا لما يكون في عندي انبوت، تمام؟ كان في عندي انبوت بقدر احسب اوتبوت، فبالتالي اللاير اللي وراه مش هيقدر يعمل اكتيفيشن الا لما يصير اكتيفيشن لللاير اللي قبله لغايه لما اصل في النهايه للاوتبوت. الاوتبوت يصير له اكتيفيشن بعد ما عمل اكتيفيشن لكل اللايرز. بعد ما عمل اكتيفيشن لاخر لاير ساعتها بقدر احسب الاوتبوت تبعه وبحسب الايرور. طب حسبنا الايرور، طب الادجستمنت وين حيكون؟ برجع رجوع، تمام؟ فبالتالي هذا اللاير بحكي له يا جماعه في عندكم ايرور في الاوتبوت في المدخلات اللي انتم اعطيتونا اياها في الويتس اللي موجوده هنا، تمام؟ لو سمحتوا عايروا الويت عشان يطلع انا عندي الاوتبوت صح لانه الاوتبوت غلط، تمام؟ فبالتالي هنا بيروحوا بعايروا الويت، وهم بيروحوا بدورهم بيحكوا انه للطبقه اللي قبلهم انه عملوا الحسابات الخاصه فيهم هذه الطبقه وقالوا يا جماعه هنا في الطبقه هذه في طلع برضه عندنا ايرور، وعشان احنا برضه كمان نطلع الاوتبوت صح انتم كمان برضه بدكم تعايروا الويتس عندكم. فهيك انا بعمل باك بروبوجيت للايرور. فعشان هيك هذا الالجوريثم المستخدم في التريننج الجوريثم مشهور اسمه باك بروبوجيشن الجوريثم. باك تمام. طبعا في له فاريشنز كثيره لكن انه هاي الكونسبت الاساسي له، فبالتالي ممكن انه هو يتعلم، تمام. الان
يعني نيجي على المسميات. المسميات أنا عندي Artificial Neural Networks، تمام، أو ممكن نسميها Multi-Layer Perceptron. Perceptron هو نيورون واحد، Multi-Layer Perceptron بيكون إنه مكون من عدة طبقات، تمام، أو ممكن أسميه Feed Forward Neural Network، أو ممكن أسميه FC Fully Connected Network. شو معنى هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه كل نيورون زي ما انتم شايفين fully connected مع كل النيورونز في الطبقة التي تليه، وعشان هيك برضو بسميه feed forward neural network، تمام، او له تسمية كمان اللي هي dense network. هدول كلهم عبارة عن مرادفات لشيء واحد، تمام، تخلي بالكم منها لانه ممكن في مقال هنا في documentation هنا في مكتبة هنا يروح يستخدم مصطلحات، أحد المصطلحات هدول كلها بتعبر عن شيء واحد. في عندي أنواع هذا الكلام إنه هنا يعني أوكي هنا. احنا فعليا في التريننج تبعنا خلصنا الكلاسيكال، تمام، وركزنا فيه على السوبرفايزد، ممكن نرجع للانسوبرفايزد فيما بعد، وبعديها دخلنا في الانسمبل ميثود واخذنا الباجينج والستاكينج اللي هو الراندوم فورست والاكس جي بوستينج، تمام، وبعد هيك بدانا اليوم في النيورال نتورك او الديب ليرنينج، وحكينا مصطلح اللي هو البرسبترونز. برسبترونز بالاسم معنى ذلك انه مالتي لاير برسبترون، تمام. في هنا عندي نوع ثاني اسمه اوتو انكودرز او سيكونس تو سيكونس، فبالتالي الانبوت بيكون انا عندي سيكونس والاوتبوت عباره عن سيكونس، تمام. وفي عندي نوع اللي هو جينيريتيف ادفيرسرال نتورك، هذه بتعمل جينيريشن لاوتبوت زي كأنه على سبيل المثال انه انا اعمل جينيريشن لفيديو. كيف يعني اعمل جينيريشن لفيديو؟ بروح باخذ لك 3 4 صور بس، وممكن من خلال هذه التقنيات بالتقنيات الجان اروح اعمل فيديو كامل بشخصيتك انه هو ممكن يحكي. فبالتالي هذه عبارة عن نتورك مختلفة، الهدف تبعها مختلف. وفي عندي الريكرنت نيورال نتورك. الريكرنسي معناها انه انا باخذ من الاوتبوت وبرجع بدخل في الانبوت الثاني. في عده انواع، ال اس تي ام وجي ار يو هي الاكثر الانواع الشائعه، ومستخدم في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، انه هنا الريكرنسي عشان انا احفظ الكونتكست السياق تبع النص، انه انا بدي اشوف ايش الكلمه اللي قبلها وايش الكلمه اللي بعدها، فبالتالي في الناتشورال لانجويج بروسيسنج انه مستخدمه كثير هذه الاركيتكتشرز، تمام. بعدين احنا هنبدا في هذه في المالتي لاير برسبترون، هنشوف نجربها، بعديها هندخل على الكونفولوشن نيورال نتورك او سي ان ان. هذه بتكون عباره عن نتورك اركيتكتشر مخصصه للصور للتعامل مع الصور، والريكرنت نيورال نتورك للتعامل مع التكست. هنركز على هدول التنتين، يبقى احنا هنبدا مع هاي وبعديها هنركز على سي ان ان، بعديها هركز على RNN. شو CNN وشو RNN؟ هي عبارة عن architectures مختلفة، هنشرحها في حينها كيف انه هي موصلة. لكن اليوم فهمنا كيف انه multi-layer perceptron كيف موصلة fully connected او feed forward، انه كل نيورون في طبقة معينة fully connected مع كل النيورونز في الطبقة التي تلي. اوكي؟ صحيح، هي الانكودر والديكودر، صحيح. تمام، ماشي الامور لغاية الان. طيب ايش في عندي activation function؟ في عندي اليونت ستيب. اليونت ستيب هي بتكون اذا كانت الاكس اكبر من صفر معناها بتديني زيرو،
وإذا كانت أقل من صفر لفوق بالضبط وهنا أكبر من أو تساوي صفر بتديني واحد، معنى ذلك إنه الأوتبوت يا صفر يا واحد، عشان هيك بنسميها step function. في عندي sigmoid بيكون الناتج تبعها بين الزيرو والواحد، بس بيكون على شكل منحنى بهذا الشكل، تمام. والمعادلة تبعتها هي زي ما هي واضحة. وفي عندي البيسوايز لينير، فبالتالي بتكون عند نقطة معينة هنا بتكون زيرو، كل الرينج هذا زيرو، بعدين هنا بين المنطقة هذه والمنطقة هذه هي الإكس من والإكس ماكس بتكون عبارة عن لينير، وبعد هيك بترجع مرة تانية كونستانت عند الواحد. هذه اسمها بيسوايز لينير. في عندي جاوشيان، في عندي لينير، تمام. ففي عندي الاكتيفيشن فانكشنز كتيرة ممكن انا استخدمها، تمام. في من ضمن الاكتيفيشن فانكشنز اللي هي التان اتش والريلو اللي احنا حنتعرض لها اليوم، اللي هي اجيكم المعادلة تبعتها، ريلو اكتيفيشن فانكشن اللي هي الاسم تبعها ريكتيفايد لينير يونت، فهي لينير وريكتيفايد. ريكتيفايد يعني انه في معامل تصحيح لها. ممكن نروح على الويكيبيديا نشوف المعادلة تبعتها. تمام، فبالتالي هيها باللون الأزرق، إنه بعد تطبيق الريكتيفاير إنه بتكون إنه زيرو لغاية حد معين وبعدها بتصير لينير. نعم. الماكس بين الصفر والواحد، نعم بالضبط لينير. وفي منها variations، في عندي leaky relu، noisy relu، ف اوكي. طيب الان موضوع الباك بروبوجيشن الجوريثم او التريننج، احنا اوريدي حكينا عنه، تمام. بس بدي اياكم تتخيلوا الموضوع انه انا في عندي هنا الالجوريثم هذا كانه بدور على 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 المينيموم ايرور، على الويتس اللي بتجيب لي المينيموم ايرور، فبالتالي هي عباره عن سيرش بروبلم. وهنا بدنا نرجع في هذه الحاله لشغله مرت علينا سابقا، هي الجريدينت ديسنت، لانه هو في الاتجاه اللي حيتحرك فيه في الابديت للويت، انه هو بده يوجد الدايركشن اللي فيه اشد انحدار عشان انا اروح للمنطقه اللي فيها اقل ايرور انا عندي في الداله. وبرضه فيها ليرنينج ريت، والليرنينج ريت حكينا انه هو بين الصفر والواحد، اذا كانت قيمه عاليه معنى ذلك انه الستيبس تبعتي بتكون طويله شويه نوعا ما، تمام، وبتعلم بسرعه، ولكن ممكن يصير في عندي فلكشويشن انه زي هيك. واذا كانت صغيره معنى ذلك انه هو حيتعلم ببطء، ولكن انه فيش احتمال انه يصير في عندي فلكشويشن. طيب هيك نكون تقريبا اخذنا جنتل انترودكشن للنيورال نتورك. الان بدنا نيجي لمصطلحات حتمر علينا كتير ولازم تكونوا فاهمينها.
النيورال نتورك بتعمل ايش؟ مش بالضروره. ليش؟ لانه الديب نيورال نتورك هي بطبيعتها اول حاجه انه بتتطلب انه يكون في عندي بيانات كبيره. هنا بدي ارجع هنا انه وقتش استخدم هاي حكينا عنها سابقا، برجع بذكركم انه هنا بروح باتجاه الكلاسيكال ماشين ليرنينج اذا كان الداتا سيمبل وكلير فيتشرز زي الايريس، تمام. لا يعقل انه اطبق على ديب ليرنينج على الايريس لانه الداتا سيت كلها على بعضها اصلا 150 نظام، تمام. و لما بدي ادور على الامبروفمنت ممكن استخدم الانسمبل، ولاحظت هذا الشيء انه احنا كنا انه اكثر البروبلمز انه احنا نجرب فيها الانسمبل سواء كان راندوم فورست او اكس جي بوستنج. لو كان في عندي كومبليكيتد داتا او انكلير فيتشرز معنى ذلك انه انا بدي اروح باتجاه الديب ليرنينج. وهنا بدي ارجع اذكركم في هنا Deep Learning Simplified، شايفينها وين؟ Okay، ممكن نروح نجيبها من هنا. ده حكينا احنا سابقا، ولكن برجع بذكركم ايش الفرق بين الكلاسيكال والماشين ليرنينج. انه الكلاسيكال بعد فتره بعد حد معين من زياده البيانات ما بيصير في عندي امبروفمنت في البرفورمانس، ما في بيصير انه اي تحسين في البرفورمانس، انه كل ما زودت البيانات اكثر. عين الماشين ليرنينج انه كمنطق انه انا كل ما زودت البيانات كل ما بيكون افضل، بس لغايه حد معين ببطل يكون في عندي امبروفمنت. لكن باتجاه يعني في تقنيات الديب ليرنينج انه الامبروفمنت البرفورمانس مستمر مع زياده حجم البيانات، لغايه الان هذا الشيء ضايل موجود، تمام. هذه شغله. الشغله الثانيه موضوع الفيتشرز. هنا في الكلاسيكال ماشين ليرنينج انه انا كان في عندي هنا فيتشر اكستراكشن، انه انا كنت اضطر انه انا اقول له انه اطلع له فيتشرز جديده زي ما كنا نسوي مثلا في الفاميلي، انه نطلع نعمل ديرايف للفاميلي في التايتانيك، انه الفاميلي سايز كاتريبيوت جديد، والتايتل تبع الشخص هذا هل هو مستر ولا مسز زي هيك، تمام. وبعديها الكلاسيفيكيشن عشان انه اطلع اوتبوت. وهذا الكلام انه بيكون انه انا عندي في الاستراكشر داتا او ممكن يكون انه مش كتير ايفورت انه انا افصل التاريخ لثلاث اعمده ل سنة وشهر ويوم، لكن في الايمجز مرهق جدا انه انا اطلع فيتشرز من الايمج، انه انا اشتغل عليها بشكل مانيوال. الان في الديب ليرنينج صار انا عندي هدول النتورك بتسوي شغلتين اللي هو الفيتشر اكستراكشن زائد كلاسيفيكيشن، هي لوحدها بتطلع من الايمج الفيتشرز وبتتدرب انه هي تصنفها. فبالتالي هنا صرت اقدر انه انا اعمل فيد للرو ايمج، ايمج زي ما هي جي بي يعني كبيكسلز كاراي اوف بيكسلز، ويطلع لي انه هذه كار او نوت ا كار، تمام. فهذا الفرق بين الماشين ليرنينج الكلاسيكال والديب ليرنينج. ف متى ممكن انا استخدمه؟ لو كانت الداتا انه لارج وكومبليكيتد فممكن اروح باتجاه الديب ليرنينج، او اذا انا كنت بتعامل مثلا مع صور او بتعامل مع تكست ومحتاج انه يعني الطرق التقليديه ما بتجيبليش الاداء المطلوب، تمام. متى نحكم على البيانات انه يعني الهاوس برايس اكم فيتشر؟ 81. والليف كلاسيفيكيشن اكم فيتشر؟ تقريبا كل واحده منهم 64 64 في 3 يعني فوق ال 100 و 100 حوالي ال 200 فيتشرز،
تمام. في عندك داتا سيتس ثانيه ممكن تكون فيها 300 فيتشرز او 400 فيتشرز، فبالتالي انه كل ما زادت اكثر بيكون عدد الفيتشرز انه بتكون انه هي كومبليكيتد. هذه شغله. الشغله الثانيه انه الداتا سيت انه بتكون كومبليكيتد اذا الطبيعه تبعتها رو، يعني سواء كانت ايمجز او فيديوز او سبيش عباره عن ويف، فبالتالي هو بيتعامل مع رو داتا، او انه ايش في غير الشغلات هذول الثلاثه، او انه هي تكست، يعني التكست انه لازم اعمل بريزيرف للكونتكست. الطرق التقليديه انه هي تتعامل معها انه هي اندبندنت باك فوردز، مش كتير انه هو منطق انه نعتبر انه يعني اعد تكرار الكلمات، مش كتير انه هو منطقة. لازم اخذ السياق تبع الكلمة واشوف كيف انه الكلمة هذه، لانه الكلمة في سياق معين بتحمل معنى، ولكن في سياق مختلف بتحمل معنى ثاني مختلف تماما. تمام. نيجي الان للمصطلحات. طيب حكيت هو في التريننج فعليا هياخد الاكزامبل الاول، هيحسب ايرور، هيعمل باك بروبوجيت للايرور، ظبط الويتس، عاير الويتس. بعدين هياخد الاكزامبل الثاني برضه هيحسب ايرور، اذا كان ما فيش ايرور خلص بعمل سكيب للاكزامبل الثالث، اذا كان في ايرور برضه بعمل باك بروبوجيت للايرور، بعمل معاير للويتس وهكذا. الان بعد ما يخلص كل الداتا سيت، يعني في الهاوس برايس احنا كم اكزامبل عندنا؟ 1460. هكذا خلصهم كلهم خلاص نقدر نعتبر انه هو تعلم؟ لا، بدي اخليه يرجع ياخذ كمان لفه على البيانات كمان مره. هجيت هذه اللفه على البيانات كمان مره ايش بنسميها؟ ايبك. تمام؟ زي كانه بخليه يدرس المنهج يعيده اكثر من مره، يدرس الداتا سيت اكثر من مره، يلف على الداتا سيت اكثر من مره لغايه لما يجيب اقل ايرور. اخذ المنهج كله، لا مش مستوعب، في ايرور عالي، لا خذ ادرسه كمان مره، طب تنتين ثلاثه. ممكن انه انتم تلاقوا عندنا في الاكسبيرمنتس عدد الايبكس 300 400 ممكن يوصل ل 1000. تخيلين درس الداتا سيت 1000 مره، درب عليها 1000 مره عشان انه يجيب هذا الايرور القليل. تمام. طيب حقيت الايبك هاي احنا مش هنقدر ناخد الداتا سيت، انا عندي اكزامبل واعمل باك بروباجيت للايرور، اكزامبل واعمل باك بروباجيت للايرور، هذا كتير انه العمليه مرهقه. تمام. وبتست يعني بتاخد وقت اطول. احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نقسم الداتا، انا عندي لمجموعه من الباتشز، هاي هذه المسميات يبقى الايبك هي عباره عن one iteration over the entire data set. الباتش we cannot process the entire set into the neural network at once، نقدرش ان احنا نعالجها كلها مره واحده. فروح ايش بسوي؟ بروح بقسمها ل several batches. يبقى الداتا سيت انا عندي 1000 اكزامبلز، بروح مقسمهم مثلا لخمسه باتشز، لعشره باتشز. تمام؟ تفضل. لعشره باتشز. تمام؟ ايش الفكره في الموضوع؟ انه انا الباتش هذه بروح
بعملها فيد للنيورال نتورك مره واحده، بتكون اهون ما انه انا اعمل فيد لكل الداتا سيت. تمام. يبقى هنا الابك مكونه من مجموعه من الايتريشن داخل الداتا سيت نفسها. تمام. والداتا سيت هذه بتكون انا عندي مجموعه من الباتشز. لاحظوا انا الباتشز انا عندي في الداتا سيت ايش هي؟ A1 A2 B1 B2 C1 C2 لغايه الاخر I1 I2. هل جيت في الفيرست ايتريشن ايش اعطيته؟ باتش 2 باتشز A1 عفوا 4 6 باتشز A1 A2 B1 B2 C1 C2. تمام. وهنا برضو ممكن كمان ان انا اقسمهم لميني باتشز، ان انا اخذ A1 و A2 لحال، B1 و B2 لحال، وC1 وC2 لحال. ليش بسوي انا زي هيك؟ ان انا بعد ما اخلص الباتش بروح ساعتها بعمل ابديت للباراميتر، مش انه كل اكزامبل انت بتديني اياه لا بدي اروح اعدل الويت. لا، هيك زي انه انت بتقول لي انه عدل الويت وبعد هيك انت بتيجي بتقول لي لا الغي الويت القديم اللي انت تعلمته قبل شوي. لا، خلاص خليني احسب الايرور لمجموعه من الاكزامبل بكون احنا تعلمنا هيك شويه، وساعتها بعمل ابديت للايرور للباراميترز. لاحظوا انه الايتريشن اللي وراها ايش اخذت؟ هنا اخذ 6، هنا راح اخذ الستة اللي وراهم، هنا اخر حاجه C2 هي C2. هنا بدا ياخذ من D1 D2 E1 E2 F1 F2 برضه 6. تمام. قسمهم لميني باتشز زي هيك. اخر ايتريشن الثيرد باتش راح اخذ، انا عندي G1 G2 H1 H2 I1 I2 اللي هو 6 باتشز. تمام. وهنا قسمهم لميني باتشز، اخذهم اثنينات اثنينات. اوكي. فبالتالي انا عندي هنا اخذ الفيرست باتش السكند باتش والثيرد باتش بهذا الشكل. تمام. واضحه هذه المصطلحات؟ طيب طيب ضايل اخر حاجه اللي هو انه الديب ليرنينج او الديب نيورال نتورك انه صارت يعني هي من متى موجوده؟ موجوده من التسعينات، يعني لها حوالي تقريبا 30 سنه. بس متى انه صار بامكاننا انه احنا نستخدمها على نطاق واسع؟ في ال 2010. بسبب ايش؟ غير انه البيانات كثيرة، بسبب توفر الجي بي يو. ايش الجي بي يو؟ اللي هو الجرافيكال بروسيسنج يونت، اللي هو كرت الشاشة تبعك، كرت الشاشة العادي هذا اللي انا عندي في اللابتوب او اللي عندك في الجهاز. هذا عادة انه انا عندي السي بي يو، عادة كم كور بيكون فيه؟ ماكسيموم ان طارت بيكون فيه 8 كورس. اما الجي بي يو كم كور ممكن يكون فيه؟ يعني ممكن يوصل لغاية 300 كورس. طيب بدي استغلهم هدول ال 300 كورس. الشركات اللي بتصنع كروت الشاشة انه هي اصلا مخصصة للريندرينج، مخصصة للجيم، ومخصصة لشغلات اللي متعلقة بالجرافيكس. طب بدي استخدمهم استخدامات تانية، استخدام عام، انه احنا انا في عندي شغل كتير، انا في عندي ديب نيورال نتورك، فينا عندي باراميترز كثيره بدي اعملها ابديت. زي ما انتم شفتوا المره الماضيه انه في الجريد سيرش انه احنا استغلنا الاربع سي بي يو صح، وشفنا انه انا عندي كيف بعد التجارب، انه هو بيروح بحسب كم فولت انا عندي في السي في في الكروس فاليديشن ضرب كل الكومباينيشنز، فبطلع عندي 3500 تجربه. فبده يعمل 3500 تجربه، فبالتالي هذه بتحتاج لريسورسز. فهنا في الديب ليرنينج برضه نفس الشيء بيحتاج ريسورسز. فكيف ممكن استغل ال 300 كورس هدول في الجي بي يو؟ من خلال الاس دي كي، يعني الشركات تبعت كروت الشبكه انه اصدرت اس دي كي بتسمح للديفلوبرز ان هم يستخدموا الكورز اللي موجوده
فجيتوا انت كديفلوبر ايش المطلوب منكم؟ ولا حاجه. يعني المكتبه اللي احنا هنستخدمها يعني على سبيل المثال انه مكتبه التنسور فلو، بس مجرد انه اقول له لو سمحت في جي بي وانا عندي في الجهاز استخدمه، بس هو لحاله بروح بعمل باراليزيشن للشغل اللي انا عندي، فبالتالي بدل ما انا اضلني في التريننج مثلا 3 اسابيع ممكن اخلصه في ساعتين بهذا الشكل. تمام.